أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من بعد الخبر وتتابعون فيها هذا المساء. المشاريع التنموية في قطاعي السياحة والبيئة على امتداد المحافظات باتت كما تعلمون تحظى باهتمام وباهتمام حثيث على كافة المستويات. من هذه المشاريع محمية العقبة البحرية، والتي تسعى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وهذا ويزخر الأردن بالمحميات الطبيعية، حيث لعبت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة دورا مهما في تأسيس المحميات الطبيعية وحماية الحياة البرية. نستعرض سويا الملف مع كل من نايف الفايز رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمهندس عبد الرزاق لحمود مدير الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. في ملفنا الثاني نتوجه إلى محافظة جرش، وبعد نقل احتياجاتي ومطالب أهالي قرى المعراض لمرات عديدة نرصد ترقب السكان لنتائج تحويل المعراض إلى لواء على أرض الواقع، وتتركز مطالب السكان حول تحسين مستوى الخدمات وفتح مديريات خدمية حكومية صحية وتعليمية وتذليل المشاكل الخاصة بالمياه وإنارة العديد من الطرق الرئيسية في اللواء. نتناول هذا الملف مع الدكتور نضال العدوان الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية والدكتور فراس الفعور محافظ جرش، فأهلا بكم. تحضيراً للمسودة النهائية لملف ترشيح محمية العقبة البحرية وتمهيداً لإرسالها لمركز التراث العالمي اليونسكو، تجري السلطة أعمال الملف في العقبة. حماية النظم البيئية والشعاب المرجانية الممتدة على مساحة تقدر بسبعة كيلومترات طولية على الشاطئ وبعمق 350 متراً هي أبرز أهداف إنشاء المحمية. تقريباً إحنا بالملاحظات النهائية لتسليم الملف راح يكون في شهر 9 إن شاء الله هاي السنة، راح نسلم الملف اللي هي النسخة الأولية، وبعدين راح تكون في لجان مختصة باليونسكو لتراجع الملف إذا في أي ملاحظات نعيد تصويرها من أول جديد. بس في جهد كبير انبذل فترة طويلة، تقريباً اشتغلنا أكثر من سنة على تحضير هذا الملف. إدراج المحمية على قائمة التراث العالمي يتطلب تحقيق العديد من الشروط لحماية المنطقة التي تتطلب إطاراً تشريعياً يضمن الحفاظ عليها، خاصة في ظل احتوائها على أكثر من 513 نوعاً من الأسماك و127 نوعاً من المرجان الصلب، فضلاً عن وجود ثلاثة أنواع من تجمعات الأعشاب البحرية. الأطر التشريعية انبثقت من نظام محمية العقبة البحرية، وهذا النظام صدر بشهر 10/2022، حدد فيه كامل المسؤولية لحماية الشعاب المرجانية والأهمية لهاي المنطقة، ومن النظام انبثقت عدة تعليمات اللي هي تنظم الدخول للمحمية، تنظم استخدام القوارب، تنظم التقسيمات. سلطة العقبة تعتزم إنشاء سبعة مشاريع بيئية بحرية خلال الثلاث سنوات المقبلة، أبرزها تطوير الشواطئ ومواقع الغوص واستزراع المرجان، مما يؤمل منه حماية البيئة البحرية. اليوم بآخر المراحل إعداد مسودة ملف الخاص باليونسكو بالمحمية البحرية. اليوم بنعمل حلقات تشاورية، بنتشاور مع شركائنا، وفي عندنا جلسة رئيسية راح تكون قبل نهاية الشهر لعرض الملف بصورته المبدئية، ومنشاور برضو الشركاء من المستوى الوطني، وراح نستكمله إن شاء الله خلال شهر 9 القادم ونسلمه بشكل غير رسمي لليونسكو للمراجعة الأولية. وتحظى المشاريع التنموية في قطاعي السياحة والبيئة باهتمام ملكي، حيث استمع جلالة الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي إلى شرح من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز حول الجهود المبذولة لإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للتراث العالمي. في اجتماع آخر أيضا اطلع جلالته على استراتيجية حماية الحياة البرية والصيد المستدام والتي طورتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
والحديث في هذا الملف أرحب بضيوفي المهندس عبد الرزاق الحمود مدير الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. مساء الخير. مساء الخير. وأهلا بك معنا في بعد الخبر. وأيضا أرحب من العقبة بنايف الفايز رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. مساء الخير أستاذ نايف وأهلا بك معنا في بعد الخبر. أبدأ من لديك مهندس عبد الرزاق، اليوم ما الذي نعنيه بالمحميات الطبيعية بشكل محدد ودور الجمعية الملكية أيضا في حماية الطبيعة أو لحماية الطبيعة في إدارة المحيطات الطبيعية؟ بداية إذا بتسمحي لنا نمسي على معالي نايف الفايز وعلى الجمهور المشاهدين الكرام. المحميات الطبيعية هي مناطق جغرافية محددة من البر أو من البحر، وجدت لحماية الأنماط، خلينا نحكي الأنواع والأنواع البرية المختلفة، بطريقة وإدارتها بطريقة مستدامة كونها موروث طبيعي وجدت في أماكن مختلفة. المعايير، هنالك معايير عالمية لتأسيس المحميات الطبيعية وهنالك متطلبات للمحميات الطبيعية. الحد الأدنى للمحميات الطبيعية في أي دولة يجب أن تكون كانت 4% من مساحة الدول، وحاليا وصلت ل 10%. عندنا بالأردن احنا تقريبا حوالي 7% مجمل المحميات الطبيعية. يعني نسبة جيدة للأردن في وجود المحميات الطبيعية على أراضيه. هي نسبة جيدة، لكن احنا بنطمح بالمزيد، لأن كون الأردن كانت من الدول السباقة في تأسيس وإدارة المحميات الطبيعية. وبنفس الوقت المحميات الطبيعية هي لها أهميات كثيرة، يعني في حفظ التوازن البيئي وحفظ بقاء الأنواع وإيجاد فرص عمل للمجتمعات المحلية. جميل جدا. طيب أستاذ نايف أنتقل إليك، كما تعلم هناك اهتمام ملكي واضح لربما بالمشاريع السياحية والمشاريع البيئية في جميع المحافظات، ليس فقط في المحافظات التي تتواجد بها المحميات، ولكن كيف لمستم المتابعة الملكية المستمرة لسير هذه المشاريع في العقبة بشكل محدد؟ بداية نحييك ونحيي جمهورك العزيز ومن العقبة من هنا. وهذه الرعاية الملكية هي ليس بجديدة، هذه الرعاية الملكية بدأت منذ تأسيس السلطة، كان هناك متابعة لجلالة سيدنا منذ فترة طويلة في موضوع المحمية، وكان المتنزه البحري الذي أنشئ من البداية، وكان هناك توجه لتكون محمية بحرية خلال الفترة السابقة، وبالفعل تم إعلان المحمية البحرية في العام 22 وأطلقها جلالة الملك في ذاك التاريخ. وكان هناك في ذاك الوقت كان الملك تشارلز كان ولي العهد، وهنأ جلالة الملك على الجراءة والقوة في اتخاذ القرار لتكون العقبة والمنطقة التي تم تحديدها، وهي تشكل تقريبا ثلث المساحة المتاحة لنا هنا في البحر الأحمر في خليج العقبة، لتكون جزء من هذه المحمية. فالرعاية كما قلت كانت منذ البداية واستمرت هذه الرعاية حتى هذا الوقت. جلالة الملك يتابع الآن الخيار الذي أخذناه بأن ندرج المحمية لتكون على قائمة التراث العالمي، وهذا البرنامج بدأ منذ العام الماضي حيث تم تقديم الملف الأولي وتم قبوله أوليا، واليوم نقوم بمراجعة الملف حتى يكون جاهز مع نهاية هذا العام، ومن ثم إن شاء الله في العام القادم يتم الموافقة عليه لدخوله على القائمة، وبعدها يقوم فريق متخصص بدراسة المتطلبات وزيارة هنا إلى الموقع لتدقيق هذه المتطلبات كافة، ليتم بإذن الله تعالى إدراجه بشكل كامل في العام الذي يليه. فالمشوار ليس بالسهل وليس بالقصير، ولكن الإعداد والتجهيز كان بحاجة أن تكون هناك قاعدة، هذه القاعدة تم تجهيزها خلال فترة السنوات السابقة كلها. وإحنا في تقريركم تفضلتم وقلتم بأن نظام المحمية الذي تم إطلاقه هو جزء من العمل الذي كان في السابق الذي أتاح لنا أن ندخل في هذا المجال. نعم، ليس فقط على السنة الماضية ولكن على أعوام سبقت كثيرة. طيب لذلك اسمح لي أن أسأل عن خطوات تنفيذ خطط تطوير محمية العقبة البحرية، ماذا تشمل هذه الخطط؟ يعني الخطط هي بداية إصدار النظام،
النظام وضعنا تحت تشريع واضح يتيح لنا المتابعة والإجراءات. كما قلت الإجراءات لم تبدأ لا السنة هذه ولا السنة التي سبقتها، ولكن بدأت من فترة طويلة. هناك قياس مستمر لنوعية الحياة البحرية وجودة الحياة البحرية على مدار السنوات التي سبقت، وتقارن سنة عاما عن عام وفترة زمنية مقارنة بالفترات التي تليها. وبنفس الوقت هناك دراسة للأحياء البحرية مدى تأثرها في المتغيرات المناخية ومتغيرات بيئية أخرى، كيفية المحافظة عليها واستدامتها، ووضع برنامج واضح لحماية الحياة البحرية في البحر الأحمر وبالتحديد في خليج العقبة. نحن نساهم في المحافظة عليه، لذلك هذه الإجراءات كلها تؤدي إلى وصول إلى الهدف الذي وضعناه بأن تكون محمية طبيعية. وأذكر عندما نتكلم بأن ثلث المساحة الموجودة هنا متاحة لنا في خليج العقبة هي اليوم أصبحت محمية بحرية، وهذا بحماية المحيطات، هذا يعد من الشروط الرئيسية بأن تكون 30% من المساحات البحرية هي منطقة محمية، ونحن حققنا هذا الشرط في هذا الوقت، وواجبنا أن نستديمه. هي ليس فقط أن تضع الأساسيات والشروط، ولكن كيف تحافظ عليه ومتابعته واستدامته. جميل. فالاستدامة كانت خلال الفترة السابقة، خططنا المستقبلية في المحافظة عليه من خلال البرامج التي وضعت بإذن الله تتيح لنا أن ندخله أيضا إلى قائمة التراث العالمي. طيب، بما أنه نتحدث عن الاستدامة مهندس عبد الرزاق، يعني اليوم شو دور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في استدامة النظم البيئية اللي بيتم إنشائها مثل المحميات الطبيعية، وأيضا مسألة مهمة جدا اللي هي إدامة التنوع الحيوي في هذه المحميات؟ تمام، خلينا نبدأ بتاريخ تأسيس المحميات بالأردن. المحميات أو يعني التوجه كان بتأسيس المحميات الطبيعية بمبادرات حتى كانت من ستينيات القرن الماضي، وكانت بدعم من جلالة الملك الباني الملك الحسين رحمه الله. فوضعت الاستراتيجيات ووضعت الخطط لتأسيس المحميات الطبيعية، ووجهت خلينا نحكي الجهات المعنية لاستقطاب الباحثين لمسح المملكة وتحديد أماكن المحميات بناء على معايير عالمية. فأنشئت عندنا المحميات الطبيعية، من كانت أول محمية عندنا هي محمية الشومري، أنشئت بنهاية تقريبا أو بمنتصف السبعينيات، وتوالت المحميات الأخرى، وبقاء المحميات حتى هاي اللحظة يعني الحمد لله رب العالمين ما هو مؤشر إلا مؤشر على استدامة هاي المواقع ونجاح إداراتها اللي أوكلت للجمعية الملكية لحماية الطبيعة من بداية تأسيس المحميات الطبيعية. طيب، اليوم في مسألة مهمة جدا أيضا بموضوع المحميات اللي هو تنظيم الصيد. نعم. اليوم شو هي مسألة تنظيم الصيد؟ والصيد يعني هو خلينا نحكي هو أسلوب حياة. نعم. فتحديدا على العصور القديمة، ففعلا اليوم تنظيم الصيد كيف بيساهم باستدامة وجود هذه المحميات، وشو المقصود فيه أصلا يعني تنظيم الصيد؟ في صيد عشوائي لأنه أكيد. نعم، هسا إذا بدنا نحكي كمان بالتاريخ، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أسست من قبل مجموعة من الصيادين، هم صيادين خلينا نحكي الجيل الأول اللي كان لهم عندهم الوعي وعندهم الانتماء، اللي أخذوا مبادرة بتنظيم الصيد بالأردن عوضا عن وضعه كنشاط عشوائي. فأبدا يعني حماية الطبيعة يجب أن لا تتعارض مع موضوع الصيد، فالصيد زي ما تفضلتي هو موجود ضمن الحضارات المختلفة وثقافات الشعوب، لكن بصير الصيد عندنا مشكلة إذا كان الصيد غير منظم وعشوائي، اللي بناء عليه ممكن تختفي أنواع وتنقرض أنواع مختلفة. وبالمناسبة المملكة مرت ب يعني تسلسل من التشريعات اللي نظمت الصيد، يعني كنا احنا في المنطقة منطقة بلاد الشام كان في عندنا قانون لتنظيم الصيد، وتطورت منذ تأسيس الإمارة قوانين الصيد عندنا بالمملكة، وأوكلت للجمعية الملكية لحماية الطبيعة بال73 أول تفويض بإدارة ملف الصيد في الأردن. هسا إذا بدنا ننظر للتاريخ أيضا يعني رياضة الصيد بتتطور،
وبنفس الوقت يجب أن نواكب هذا التطور حتى تكون الرياضة أو الهواية ذات أثر، خلينا نحكي، أو ما يكون لها أثر سلبي على تواجد الأنواع البرية. أثر سلبي على تواجد الأنواع. نعم، فإذا بدنا نحكي عن الصيد المستدام أو ما يعرف ب له مسميات مختلفة زي التروفي هانتينج في بعض الدول، إذا بدنا نعرفه بشكل بسيط هو الصيد المحكوم بأنظمة وتشريعات، وإحنا بالمملكة كنا يعني سباقين بهذا الشأن، لكن المتغيرات الكثيرة اللي وجدت حاليا تستوجب منا أيضا تطوير رياضة الصيد بحيث تضمن بالدرجة الأولى بقاء الأنواع البرية اللي هي تعتبر موروث طبيعي للمملكة. جميل جدا. طيب بدي أعود لأستاذ نايف ونتحدث عن الجهود المبذولة يمكن اليوم لإدراج محمية العقبة على قائمة اليونسكو. تحدثنا أنه هذه جهود بشكل أو بآخر كانت على مدار سنوات، ولكن اليوم ما الذي سيجعلها مدرجة فعلا على قائمة اليونسكو ويتم تحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة وهو الحياة تحت الماء بحلول 2030؟ يعني ما يسمى بالاستجيز هذه والبند 14 هذا يتكلم عن الحياة تحت الماء، وهو شرط أوسع يتكلم كيف المحافظة على الحياة تحت الماء بالنسبة لمناطق عدة. لكن شروط اليونسكو هناك شروط مختلفة تريد أن تبرز ما هو الميزة التنافسية أو الميزة التي تميز هذه المنطقة عن أي منطقة أخرى، والحيد المرجاني والحياة التي قاومت للتغير المناخي خلال الفترة السابقة في خليج العقبة جعلتها واحدة من الأسباب التي نستطيع أن ندرجها بإذن الله تعالى على قائمة التراث العالمي. فخليج العقبة هو من المناطق الأكثر منعة في هذا الشأن، ولذلك نريد أن نحافظ على الحياة البحرية والحياة ما يعرف بالمنطقة بالميزة التنافسية. فهذه ساعدتنا بأن نتوجه بالتنسيق مع مختصين وخبراء عالميين بدراسات عدة، وكما قلت الدراسات السابقة كانت لها أساس في القاعدة التي ساعدتنا للوصول لما نحن عليه اليوم. فلا نستطيع أن نقول نريد أن ندرجها ونتوقف، نريد أن نقول كيف نحافظ عليها. ويصبح التحدي الأكبر بعد دخولها على قائمة التراث العالمي في عملية استدامتها كما قلت. اليوم عملية الصيد كما تفضلت قبل قليل هو ليس فقط في الصيد على البر، ولكن أيضا أكيد الصيد داخل البحر. فهنا في العقبة كان هناك إجراءات، وإجراءات تمت متابعتها، وخلال فترة يمنع الصيد للأسماك المستوطنة على سبيل المثال، وفي منطقة المحمية بشكل عام يمنع الصيد إطلاقا. أما في الخليج فالأسماك المستوطنة أيضا نحافظ عليها من حيث ما يسمى بتعويض الصيادين في فترات المواسم التي نريد أن نخفف من كمية الصيد فيها، فنقوم في تعويضهم ماليا حتى نخفف عليهم العبء المالي الذي يلحقهم على أثر توقفهم من الصيد. ولكن الأسماك المهاجرة يسمح لهم صيدها على مدار السنة. أيضا موضوع المحافظة على الحيد المرجاني وحمايته، وأيضا استزراعه ونقله من مكان إلى آخر. التحدي الأكبر الذي نواجهه احنا بالعقبة بأن المنطقة الشاطئية فقط 27 كيلومتر. هذه 27 كيلومتر كيف نحافظ عليها وكيف بنفس الوقت نقدم كافة الخدمات؟ أذكرك بأن هذه المنطقة تشهد نشاطات عدة، منها نشاطات موانئ، نشاطات صناعية، نشاطات سياحية، محمية بحرية. فالتنوع هو التحدي الأكبر، وهذا جزء من الأسباب التي ستساعدنا في إدخالها على قائمة التراث العالمي، وبنفس الوقت ستكون تحدي كيف نحافظ على المحمية ضمن الشروط العالمية التي وضعناها. طيب ضمن كل هذه النشاطات يعني هذا يشكل تحدي بشكل أو بآخر على لربما المحافظة على المحمية، تحديدا عندما نتحدث عن نشاطات سياحية ونشاطات صناعية أو نشاطات موانئ ضمن نطاق المحمية. فهذا التحدي يعني كيف من الممكن فعلا السيطرة عليه أو حتى التغلب عليه؟ وضعنا ونقوم بتحديث مخطط استخدام البحري،
وهذا جزء من العمل الذي الآن العمل قائم في الانتهاء منه إن شاء الله، مع بداية السنة سيكون جاهز للتنفيذ، ولكن بدأنا في تطبيق جزئيات منه، وهذا سيساعدنا كيف نحافظ على الأنشطة المختلفة ضمن أسس ومعايير ثابتة وواضحة، نستطيع أن نقيس أي تغير أو أي خرق أو أي تغيير جوهري في المنطقة، حتى نحافظ على الحياة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى. فنريد أن يكون هناك نوع من التوازن، فما دام أمامنا خارطة طريق وخارطة عمل واضحة نستطيع أن نطبقها، ونفس الوقت نستطيع أن نقيس عليها، وعندما يكون هناك مراجعة من جهات أخرى خارجية لهذا البرنامج الذي وضعناه يستطيعوا أن يقارنوا. أذكرك بأني عندما قلت بأن هناك مسح دائم لنوعية وجودة المياه في البحر والحياة البحرية من أسماك وشعاب مرجانية، هناك مراجعة مستمرة وتدقيق مستمر. نتعاون أيضا ليس داخليا، نتعاون عالميا في بعض الدراسات التي تهدد العالم في بعض الأوقات. كان هناك من فترة بعض الظاهرات العالمية التي أثرت على بعض الأنشطة وبعض الأحياء البحرية، كان والحمد لله لخليج العقبة نشاط إيجابي بوضع حلول لمثل هذه التحديات. هذه جزء من الميزات التي نريد أن نبرزها، وهذه جزء من الأمور التي نتكلم عنها في قائمة اليونسكو، كيف يكون خليج العقبة ميزة وقد يكون حل بنفس الوقت، قد يكون حل لتحديات عالمية. أريد أن أذكر أيضا اهتمام من جلالة الملك بموضوع ما يسمى بالأحياء البحرية أو الأكواريوم، وأيضا سيشمل هذا على جانب علمي وبحث علمي متنوع للاستفادة من الميزة التنافسية التي يتمتع بها خليج العقبة. طيب مهندس عبد الرزاق، اليوم في يعني ضمن أعمال الاستدامة للمحميات، ويمكن نقطة ذكرها قبل شوي أستاذ نايف مرتبطة بشكل النشاطات إذا كان سياحي أو صناعي أو هذا، فهون بدفعني أسأل عن تنمية المجتمعات المحلية وربطها بتكامل وجود هاي المحميات. نعم أكيد، يعني عند تأسيس المحميات الطبيعية يجب أن ينظر بشكل شامل للمنطقة المحيطة، وبنفس الوقت التحدي هو إدماج المجتمعات المحلية ضمن برامج المحميات الطبيعية، لأنه الأساس بحماية المواقع أو إدارة المحميات الطبيعية أن تقام من قبل المجتمعات المحلية، فبالتالي تأهيل الأشخاص وإدماجهم ضمن هاي البرامج هو سبب رئيسي لنجاح العمل. على سبيل المثال يعني في موضوع إدارة أو خلق مشاريع جديدة يجب أن ينظر للخبرات الموجودة، وبنفس الوقت يحاول أو يعني محاولة إيجاد مشاريع تكون تصاغ أو تدار بطريقة آمنة وبطريقة داعمة لحماية البيئة، بحيث يتم الاستفادة من الخبرات الموجودة في المنطقة وتأهيل الناس أو الفئات المختلفة من المجتمع المحلي ضمن هاي البرامج. جميل جدا. طيب كيف بيتم العمل على تطبيق القوانين اللي بتحافظ على الأحياء البرية؟ القوانين يجب طبعا في مراجعة كاملة للقوانين، وهي يمكن تكون من الثغرات أو من التحديات الموجودة عندنا محليا، أنه القوانين المحلية إذا ما قورنت بالقوانين العالمية أو القوانين الإقليمية نجد أنه تطوير القوانين عندنا ممكن يكون تحدي، خصوصا إذا ما نظرنا إلى العقوبات الموجودة في التعديات. لكن بنفس الوقت لإنجاح المنظومة كاملة يجب أن نبدأ ببرامج التوعية، يعني قبل ما نحاسب الأشخاص الخاطئين يجب أن يتم توعيتهم وإفهام أو يعني خلينا نحكي إشراكهم ضمن برامج الحماية، سواء في المحميات الطبيعية أو على مستوى أكبر من ذلك لإنجاح الحماية. العقوبة لحالها لا تنجح برامج إدارات المحميات المختلفة. ما الذي يساهم في إدراج المحميات في الأردن ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو على غرار محمية العقبة البحرية؟ يعني معايير كثيرة، يعني من أهم المعايير إنجاح إشراك المجتمعات المحلية،
يعني قصص النجاح اللي وجدت مثلا في محميات مختلفة عندنا بالأردن مثل محمية ضانة أو محمية الموجب كانت مرتبطة مش فقط ببرامج الحماية وإنجاح بقاء الأنواع المهددة بالانقراض، لكن من أهم المعايير هي إدماج أو إشراك المجتمعات المحلية والاستفادة من هاي الخبرات اللي تشكلت عندنا محليا لخلق قصص نجاح يعني يتم مشاركتها عالميا وإقليميا. طيب أستاذ نايف، اليوم يعني هذا الإدراج، إدراج محمية العقبة البحرية ضمن اليونسكو التراث العالمي، بشكل أو بآخر كيف سينعكس على العقبة؟ إذا بدي أحكي عن فرص عمل، إذا بدي أحكي عن لربما مشاريع مستقبلية ما بعد الإدراج. يعني خلني أكون واضح، الإدراج هو بحد ذاته هو تسليط الضوء على منطقة العقبة وعلى خليج العقبة بالتحديد، وأنها تميز أي منطقة أخرى في العالم، وهذه الميزة التنافسية التي لابد أن نستثمرها ونستغلها. أما عوائدها فستكون عوائدها تنعكس على النشاطات والزيارات، لأنه العالم أصبح أكثر إدراكاً وأكثر اهتماماً بمتغيرات عدة، يريد أن يرى المنطقة التي يذهب إليها أو المنطقة التي يزورها لها ميزة تنافسية وميزة تختلف عن أي منطقة أخرى. كيف يحافظ عليها جزء من شروط الزيارة في الوقت الحالي للعديد من الجهات والعديد من الأشخاص. تكلم الزميل وقال عن إشراك المجتمع المحلي. المجتمع المحلي هو أساس في هذه المنظومة، حتى في عمليات البحث والتحديث وتجهيز الملف كانت هناك جلسات تشاورية، وكان المجتمع المحلي جزء من هذه الجلسات التشاورية، وعندما يكون هناك تقييم من فريق اليونسكو الذي سيأتي في العام القادم سيكون أيضا له تواصل مع المجتمعات المحلية ليرى الأثر الإيجابي الذي سيعود على المجتمعات المحلية. ولكن أذكر كما قلت بأن المجتمعات المحلية قد يكون هناك بعض الشروط والقيود عليها من حيث النشاطات التي كان يمارسها في السابق، قد تكون هناك أكثر إلزاما عليهم ببعض الشروط التي نريد أن نجد لها بدائل. وعندما نتكلم على إيجاد بدائل مالية تعويض لبعض الأشخاص الذين تضرروا بأسباب موسمية، هذا واحد من الجهات أو من الآليات التي نتبعها للخروج من بعض التحديات التي قد تنتج على أثر إدراج اليونسكو أو عملية أن تكون جزء من المحمية البحرية. ولكن هذا الإدراج على قائمة التراث العالمي إذا حصل بإذن الله، يعني ما الخطط، خطط السلطة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لاستثمار هذا الإدراج بما يعود بالنفع على العقبة، على الرغم من أنه هناك في قيود كما تحدثت عنها الآن؟ لا، هو أنا كما قلت لك، يعني اليوم عندما تتكلمي بأن في العالم الزائر أو السائح أو الذي له نشاط معين أصبح يبحث عن قائمة التراث العالمي، هي ليس مفتوحة لكل مكان، في ناس فقط زياراتهم تكون لهذه المناطق، فهذا جزء من الآليات التي نريد أن نستثمرها ونروج لها ونسوقها في المستقبل. إبراز العقبة وخليج العقبة بالتحديد على هذه الخارطة بحد ذاتها يضعك في قائمة الدول التي تستطيع أن تنافس معها، وهي قلة بالنسبة للمحميات البحرية. على كل حال قد تكون في الأنشطة الأخرى، ولكن المحميات البحرية محدودة جدا، فهذه تعطينا ميزة تنافسية ونستطيع أن نروجها بطريقة أكبر وتنعكس إيجابا بأعداد الزوار الذين سيأتوا إلى العقبة وينطلقوا من العقبة، ليس فقط للعقبة، نربطهم أيضا بمحميات أخرى. تكلمنا عن المحمية الطبيعية الموجودة في وادي رم وهي أيضا مهمة، ونتكلم عن المحمية أو عن الموقع التراث العالمي الموجود في البتراء وهي أيضا على قائمة اليونسكو. هذا الربط والتكامل يطيل فترة إقامة الزائر هنا، يشجع نوع جديد من الزوار للقدوم إلى العقبة وممارسة الأنشطة المختلفة، يركز على أن الحيد المرجاني التنوع البيولوجي الموجود في خليج العقبة يستحق الزيارة للذين يمارسون أنشطة الغوص والأنشطة تحت الماء. هذا كله يفتح لنا أفاق أيضا في عملية البحث العلمي،
لذلك عندما قلت بأن المنشأة التي سنقيمها بالقريب العاجل إن شاء الله وهي جزء من ليس فقط لوضع أكواريوم في منطقة العقبة، ولكن هناك جانب علمي يكون له تسليط على مستوى العالم ليس فقط على مستوى الأردن، ولكن نريد أن نستقطب العديد من الأبحاث الخارجية لتكون هنا في خليج العقبة. هذا كله من الأمور الإيجابية التي نستطيع أن نستثمرها وتكون لها انعكاس إيجابي ليس فقط على العقبة ولكن على الأردن بإذن الله تعالى. نفس الجزئية مهندس، اليوم يعني على الرغم من أنه هذه المحميات تشرك يمكن المجتمع المحلي، وتحدث بجزئية مهمة أنه هي تقوم من المجتمع المحلي في الأساس وتنطلق المحميات من هناك، ولكن أيضا إلها محددات، ويمكن القوانين بشكل أو بآخر بتقيد النشاطات أو شكل النشاطات بمحيط المحمية أو داخل المحمية، فكيف بتم التغلب على هاي الأمور بضمن سياق بناء شبكة وطنية من المحميات تسعى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإنشائها؟ هسا الحاجة دائما لمواكبة المستجدات العالمية في موضوع إدارة المحميات، أو إذا بدنا نحكي حتى على موضوع الصيد المستدام اللي هو كان في توجه ملكي لتطويره بإشراف من خبراء من أصحاب المعالي والمهتمين بهذا الشأن. زي ما حكينا، بقاء المؤسسة ضمن قوانين محددة أو وجود قوانين محددة ممكن يكون محدد بالنسبة لها، لكن التوجيه والعمل ضمن إطار مؤسسي وطني كمؤسسات وطنية مختلفة بغض النظر هي حكومية أو غير حكومية، ممكن تستفيد من خبراتها، ممكن تستفيد من الإمكانيات الموجودة عندها، ممكن تدعم برامج مختلفة. إذا ما نظرنا لموضوع مثلا موضوع الصيد المستدام، يعني إحنا كنا دائما بالمملكة مرتبطين في أماكن محددة للصيد بمواسم معينة يتم تحديدها ودراستها، لكن مثل ما أنت عارفة عدد سكان المملكة زاد، يعني إحنا عندنا ضعف بأعداد كبيرة، المساحات أو أماكن الصيد تحددت وصارت أقل نتيجة للانتشار السكاني و تدمير البيئات. فبالتالي كيف ممكن نتغلب على هاي المشاكل؟ في توجهات عالمية لموضوع الأراضي الخاصة للصيد، وهي كانت المبادرة اللي أو يعني الاستراتيجية اللي اشتغلت عليها الجمعية خلال السنوات أو خلال السنتين الماضيات، بحيث أنه يكون عندنا مستقبلا إن شاء الله أماكن محددة للصيد. هاي بتعتمد على أنواع من بتعتمد على أنواع مكثرة بالأسر، يعني بدل ما يكون الصيد للأنواع البرية يكون لأنواع محددة يتم إكثارها في مراكز إكثار وإطلاقها للبرية، وبالتالي إعطاء الفرصة للصيادين أنهم يمارسوا هوايتهم، وبنفس الوقت هي أداة لحماية ما تبقى لدينا من أنواع برية. فتطوير الإجراءات والنظر للتطبيق أيضا للتطبيق والتشاركية أيضا بين المؤسسات المختلفة بتضمن عندنا حماية الأنواع البرية وإنجاح هذه البرامج إن شاء الله. أشكر وجودك معنا مهندس عبد الرزاق الحمود مدير الحماية وتنظيم الصيد في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وأيضا أشكر ضيفنا من العقبة نايف الفايز رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شكرا جزيلا لك أستاذ نايف على كل هذه المعلومات، وبالتوفيق لإدراج محمية العقبة البحرية. إذن مستمرون معكم وتتابعون بعد الفاصل.